النادي الاهلي. طيب سؤال تاني مهم جدا، صفحات الزمالك تتفاعل مع نادي الزمالك ولا مع مجلس ادارته؟ لا مع الزمالك بغض النظر عن مجلس ادارته، مش بغض النظر اي مجلس، هو انت بتساند نادي الزمالك، كل الموجودين ناس مشجعين لنادي الزمالك، ناس مشجعين طبعا، هدفك نادي الزمالك الاول. انت بتساند، اصل احنا لو هنساند اي مجلس بعينه يبقى انت كده بتساند اشخاص سواء في الصح او الغلط، لكن انت بتساند النادي، بتساند النادي، بتقوم المجلس لو اخطا كلها، بتقول له برافو لو لو انت عملت حاجه كويسه. خلينا غامري، خلينا احنا في الاهلي. طيب. يعني خلينا في الاهلي وخلينا معاه في الزمالك.